هل هذا أفضل برنامج مونتاج في الهاتف؟ خلينا نستكشف مع بعض. عندي برامج كثيرة جدا ودوم أقرب أي شيء جديد في الستور وانتقل أفضل استخداماتي اليومية مثل هذه القائمة، لكن دوم أرجع لبرنامج إنشوت وصار لفترة طويلة جدا استخدمه للصور والفيديو. البرنامج غير مجاني بالكامل بس أمور كثيرة فيه مجانية وحاصل تقييم جدا عالي في الستور. هنا تقدروا تشوفوا أسعار الشراء للحزمة كاملة مع كل إضافات والنقلات وإلى آخره، أو ممكن أفضل شيء تشتروا مرة واحدة بسعر $35 بيكون حالكم للأبد. نروح لموضوعنا الأساسي وهو مونتاج الفيديو. أختار الفيديو، بتظهر لقائمة فيها الفيديوهات اللي سبق عدلتها وحفظتها كدرافت. البرنامج فيه كل أمور اللي أحتاجها تقريبا. ببدأ من اليسار، عندي أداة القطع وهي الأساسية، ممكن أختار البداية والنهاية وقطع. الخيار الثاني كانفاس، كذلك جدا مهم، ممكن يعدل لي قياسات الفيديو. وفي خيارات جاهزة لمواقع التواصل والهاتف. الخيار الثالث عندي الفلاتر والتأثيرات، وبعد تعديل الألوان والإضاءة والوضوح. ممكن من هنا تصفح كل الفلاتر وحتى تشتري أي حزمة مناسبة لك وسعرهم جيد. بختار سينما 1 وبضغط على شكل الصحين عشان يتم التعديل على كل مقاطع عندي مرة واحدة. وبعدين عندي خيار ميوزك، في عدد كبير من الموسيقى ممكن اختار من بينهم، وكلها مجانية ودائما يزيدوا العدد. وممكن انقل الهاتف واحط موسيقى خاصة من عندي ويدعم الايتونز والشراء منه. وعندهم بعد عدد لا باس فيه من الافكت، وفي الموسيقى ممكن اقص المقطع او انقص صوت. وكذلك عندي خيار الفيد ان والفيد اوت لبداية ونهاية المقطع. وبعد عندي عدد كبير جدا من الاستكرات المتحركة والثابتة، ممكن تنزل مجانا وتشتري من البرنامج، كذلك ممكن تسحب اي شيء من عندك مخزن في الهاتف. وعندي بعد خيار تكست للكتابة على الصور المقاطع، ممكن اختار الحركة المناسبة ويدعم سحب الخطوط من خارج البرنامج وفي بعض الحركات الالوان والشكل. وخيار سبيد عشان اغير سرعة المقطع للاسرع والابطأ. وبعد ممكن اعكس الفيديو عشان اضبط النقلات بين المقطع الاول والثاني. ممكن اقلب بالضغط على روتيت، وعندي بعد خيار فليب لعكس الفيديو يمين يسار. وبين المقاطع عندي خيارات كثيرة للترانزيشن، وفي منها ممكن تشتري كحزمة. اختار اللي اشوفه مناسب واضغط عليه ويتطبق بين المقاطع، وممكن تشوفه بشكل مباشر. عشان يضبط الفيديو اكثر ضروري تصويرك من الاساس يكون صح وحاط في بالك مسألة النقلات هذه والبرنامج هذا او غيره، بعد كذا بيسهل عليك الامور. بختار احد فيديوهات محفوظة، وهنا صورت شيء بسيط تطبيقه بس الحركة ضروري تكون متناسقة وبعد الابعاد عشان ما يبين. المقطع هذا عبارة عن فيديوين، الاول قبل اكل بينج بيري، واستخدمت أداة الترم لقص المقطع بداية ونهاية وعشان يضبط مع المقطع الثاني. أشوف المقطع بعد القص وإذا أحتاج أضبط المقطع الثاني وأضبط حركة اليد، وأضيف موسيقى وكتابة ويضبط المقطع بعد كذا، وإذا تريد ممكن تحط نقلة بعد المقطع الثاني. وآخر شيء عندي هذا المقطع اللي نزلته اليوم، هو عبارة عن مقاطع مصورة بسلو موشن، وكان مع أولادي صورت واخترت بعض المقاطع وبدأت أقص على اللي أشوفه مناسب، وأضفت كم نقلة وكتابة في الأخير. البرنامج قوي وفي أغلب الأمور اللي أحتاجها، وكذلك إضافات كثيرة ممكن تشتريها من خيار ماتيريالز مثل أشكال وخطوط إنجليزية وحركات طيبة. أتمنى أني أفدكم في هذا الشرح الطويل، بس ضروري عشان تعرف كل ميزات البرنامج القوي هذا. وإذا عجبكم الفيديو سمعونا تعليقاتكم الجميلة، وشكرا على المتابعة يا فنانين.